معنا مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع السيد حسن راضي المتخصص بالشأن الإيراني والأحوازي. مرحبا بك أستاذ حسن. بداية، كيف تقرأ توجه واشنطن لوكالة الطاقة الذرية بإرسال فرق تفتيش في مواقع عسكرية إيرانية؟ ما أبعاد هذه الخطوة؟ طبعا يعتبر هذا الخطوة هو تكميلا يعني لتأسيس أو تشكيل لجنة أمريكية بأوامر من ترامب أن تعطي أن تبحث عن دلائل انتهاك إيران للاتفاق النووي، وهذا يعتبر أيضا مكمل لتلك اللجنة وتحقيقاتها وبحثها عن انتهاكات يعني حول الاتفاق النووي الإيراني. أيضا هناك أماكن مشكوك فيها في إيران، أيضا إيران تمانع وصول أي فرق تفتيش إلى تلك الأماكن، وهي تعتبر أماكن عسكرية يسيطر عليها الحرس الثوري. هذا ما يزيد التشكيك في يعني إيران ونواياها في الالتزام في الاتفاق النووي. لهذا أنا أعتقد أنه هذا الملف سيبقى يعني يحول حول يعني مزيدة من التوتر بين البلدين، يضاف عليه يعني محاولات إيران تطوير الصواريخ البالستية القادرة على حمل الرؤوس النووية. وأنا أعتقد يعني العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على طهران كلها ترتبط بهذا الملف، ويعني من أجل ردع إيران. هل تعتقد فيما يخص الملف النووي وسياساتها في المنطقة، هل تعتقد أن ترامب حقا يعني يريد خرق الاتفاق النووي، وما البديل؟ يعني ترامب يريد من الاتفاق النووي تحقيق هدفين أساسيين. أولا يريد أن يتأكد أنه الاتفاق النووي يعني يحقق المصلحة الأمريكية بالدرجة الأولى قبل المصالح الدولية والإقليمية الأخرى. هل الاتفاق النووي يصب في المصلحة الأمريكية أو لا؟ هذه نقطة اللي يريد يعني ترامب التأكد من عندها. النقطة الثانية يريد ترامب أنه إيران لا تنتهك الاتفاق النووي، وكل الأمور التي ترتبط بالاتفاق النووي منها الصواريخ البالستية وغير ذلك. أنا أعتقد يعني نعم الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة ترامب سيفرض المزيد من العقوبات على طهران، وهو يشكك في نوايا إيران. طيب. ويعني أنا أعتقد لا تتراجع بشكل رسمي الولايات المتحدة الأمريكية عن الاتفاق النووي، بل تفرض عقوبات حتى يعني تتأكد أنه الاتفاق إيران ملزمة فيه، ولا تقوم بأي انتهاكات أو أي أعمال مشكوك فيها حول الاتفاق النووي أو وما يخص الصواريخ البالستية. نعم سيد حسن، بالمقابل ما دلالات إعلان وزير الدفاع الإيراني الجديد أمير حاتمي أن بلاده ستواصل دعم حلفائها للميليشيات الطائفية في العراق وسوريا ولبنان واليمن؟ طبعا هذه دلالات واضحة أنه إيران ما زالت متمسكة بسياساتها التوسعية، ورأينا أنه البرلمان الإيراني صادق على مشروع دعم الميزانية الحرس الثوري وجناحه، وخاصة جناحه فيلق القدس في المنطقة، وهذا دليل على أنه فيلق القدس يريد أن يتدخل بشكل أوسع، وإيران ما زالت متمسكة بسياسات التوسعية وعدم احترامها لمبدأ حسن الجوار مع الدول العربية الأخرى. وأيضا أنا أعتقد أنه هذا يعني دليل واضح على أنه إيران تدعم الميليشيات وتريد أن تتوسع، وخاصة تريد أن يعني تحقق مشروعها أو خطتها، يعني هو فتح طريق بري من طهران حتى بيروت ويصل إلى البحر المتوسط. إذن يعني تهديد الآن إيران بالعودة بقوة إلى تخصيب اليورانيوم، إلى أين يمكن أن يقود مسار الأمور؟ هل تعتقد أن الأمور تسير نحو مزيد من التصعيد أم لا؟ بطبيعة الحال يعني تسير بمزيد من التصعيد، لكن هذه تعتبر تصريحات
من اجل الاستثمار الداخلي والاقليمي. تريد ايران ان تقول انه نحن يعني لا نتراجع امام سياسات الولايات المتحده الامريكيه والعقوبات والضغوطات التي تمارسها علينا، هذه من جهه اخرى يعني تريد حكومه روحاني بالتحديد من خلال التصريحات المتكرره من قبل الرئيس روحاني ووزراء والمسؤولين التابعين لهذه الحكومه، تريد تقول نحن ملتزمين بتوصيات المرشد الايراني خامنئي، حيث طالب الحكومة أن تكون حكومة ثورية ولا تتراجع أمام الضغوطات الأمريكية. أشكرك. يعني إيران تريد عرض عضلاتها أمام الولايات المتحدة الأمريكية وأمام دول العالم، لكن أنا أعتقد إيران سوف لا تتراجع عن الاتفاق النووي، لأنها المتضررة الوحيدة إذا تراجعت، وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي الوحيدة التي تفرض عقوبات على إيران، إذا تراجعت إيران ستفقد أوروبا والصين وروسيا وتفقد جميع حلفائها وتتضرر بشكل كبير، حيث اقتصادها يعني يعاني أزمات كبيرة. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من لندن، السيد حسن راضي المتخصص بالشأن الإيراني والأحوازي.